السلام عليكم. سيتوجد معكم عمو جمال درويش العربي على الحق. اليوم من مدينة عين منيلة بالضبط من الساحة هذه وين كاينين الناس بارك الله فيهم، داروا مبادرة مليحة، داروا مكتبة في الهواء سموها على المفكر الجزائري مالك بن نبي. هاي حالة المكتبة جماعة كيفاش رجعت؟ هاي الصورة تعبر على روحها، ويبقى السؤال مطروح شكون المسؤول للحالة هذه وشكون اللي يدفع الثمن؟ راهي باينة نورمالمون. السلام عليكم.